لكل اللي سألني عن الفندق اللي كنت نازلة فيه في مكة، أنا كنت نازلة في فندق موفين بيك هاجر في برج الساعة على ساحة الحرم، ليه إطلالة جزئية وإطلالة كلية على ساحة الكعبة. بتنزلي من الغرفة في أسانسير، بتدخلي بتمشي الحتة دي بس حتة صغيرة كده، بتدخلي على ساحة الكعبة على طول. في تحت محلات كتير، وفي برضو في الدور الثالث محلات ومطاعم، وعندهم مسك حلو جدا، ودايما بيبقى ليه ريحة مميزة كده. محلات كتير هتلاقيها، مول كامل هتلاقيه في الدور الثالث، وتقدري تشتري منه. في محلات تحت برضو في برج الساعة من تحت. الفندق بصراحة كان مميز، وأكتر حاجة بتميزه هو إنه موجود في ساحة الكعبة على طول، مكناش بنحتاج وقت ولا مجهود علشان نوصل. وانتوا عارفين بقى أننا ست كبيرة، وكنا